تشهد الصين اليوم الأحد ذكرى السنوية 85 لوقوع حادثة 18 من سبتمبر، والتي بدأت فيها القوات اليابانية بغزوها للمناطق الشمالية الشرقية للصين في عام 1931. عقدت المراسم التذكارية في مدينة شانيانغ ابتداء من الساعة 9:18 بالتوقيت المحلي بالتزامن مع قرع الجرس في متحف شانيانغ التاريخي، وامتد صوت صفارات الانذار لثلاث دقائق عبر المدينة راميا إلى تذكير الناس بالبقاء يقظين. كما ألقت نائبة رئيس مجلس الدولة الصيني ليو ياندونغ كلمة في هذه المناسبة، جدير بالذكر أنه بعد الحادثة كانت اليابان ستواصل غزوها لباقي الأراضي الصينية وحتى مساحة واسعة النطاق من قارة آسيا، مما تسبب في حرب المقاومة ضد العدوان الياباني. علينا عدم نسيان الذل الذي تعرضنا له ذات مرة في الماضي، وعلينا أن نحول هذا الألم إلى قوة لتطوير بلدنا. التاريخ يخبرنا بأن التاريخ سيعيد ما حدث مرة أخرى في حال كان بلدنا متخلفا، فلا بد أن نقوي وطننا من خلال. دمرت القوات اليابانية جزءا من السكة الحديدية في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرتها بالقرب من مدينة شانيانغ في 18 من سبتمبر عام 1930، واتهمت اليابان الجيش الصيني بتدميره لهذه السكة، كما أعلنت حربها في مساء اليوم ذاته. وبعد أشهر احتل الجيش الياباني كل المقاطعات الثلاث الواقعة شمال شرق الصين، وكان ذلك بداية ل14 عاما من الحكم الاستعماري الذي انتهى عندما استسلمت اليابان في الحرب العالمية الثانية في عام 1945. وخلال الحرب كانت منطقة شمال شرق الصين عبارة عن جبهة داخلية للجيش الياباني، وشنوا هجومهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال استغلالهم للموارد الطبيعية وثمرة الجهود. ولكن اليوم هو يوم لتذكر المعاناة وليس للتمسك بالكراهية. إن تعزيز التنمية السلمية هي واجبنا الأكبر اليوم، وسوف نواصل السير في طريق التنمية السلمية والحفاظ على علاقات ودية مع الدول الأخرى وحماية إنجازات الانتصار التي حققناها من حرب المقاومة ضد العدوان الياباني والحرب العالمية الثانية بثبات، وذلك من أجل إقامة نمط جدي من العلاقات الدولية باعتبارها جوهر التعاون المربح للجانبين. نائبة رئيس مجلس الدولة ليو ياندونغ رسالة واضحة مفادها أنه يجب علينا أن نهتم بالسلام والتنمية والبحث عن أرضية مشتركة والتعاون وتجنب سوء الفهم والصراع.